وبهولندا نظمت مؤسسة الأمل والتنمية في متحف الشعوب ندوة دولية تحمل عنوان المحافظة على النسيج الأوروبي رهن التحديات الحالية، لقاء أشاد خلاله المشاركون بالدور الفعال لإمارة المؤمنين في محاربة التطرف وجهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تكوين الأئمة. هدى المسهل. مدينة الثقافة الهولندية ليدن تحتفي بالتعايش والسلام هنا بمتحف الشعوب. التقى رجل الدين الأكاديمي السياسي الباحث الأمني والإعلامي والجميع بتعدد جنسيتهم وديانتهم رفعوا شعار محاربة العنف والتطرف. عبر هذا اللقاء الذي صب في اتجاه بحث الوسائل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة التي أضحت تشكل تحديا عالميا. أنا حضرت هذا اللقاء وأحضر كل اللقاءات التي تصب في هذا القالب، قالب كيف نربي، كيف نكون أناسا مقتنعين مؤمنين موقنين مطمئنين تمام الاطمئنان بأن عليهم أن يكونوا آمنين وأن يزرعوا الأمن والسلام الذي هو رمز الإسلام، فدين الإسلام هو دين السلام. المهم في الأمر هو أننا نفكر جميعا ونطرح السؤال، لماذا يقع هذا؟ ما هي الأسباب؟ وماذا يمكن أن نقوم به جميعا لمحاصرة هذه الأعمال الهمجية لكي لا تتكرر مستقبلا؟ أظن أن الرسالة واضحة، وهي أن يستمر الحوار ويتحمل كل واحد منا مسؤوليته. اللقاء يؤكد مرة أخرى وحدة الجهود المبذولة بين كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين لمواجهة الإرهاب ولمواجهة العنف في المجتمعات والنظر في الحلول التي يجب اتخاذها واعتمادها لتلقيح يعني شبابنا ومجتمعاتنا من التطرف. جملة من الأسئلة حملتها أجندة هذا اللقاء الدولي تمحورت حول ضرورة توحيد الرؤى لبناء وتقوية أرضية الحوار المثمر الذي يرسخ للتعايش السلمي. كما كان اللقاء مناسبة للتنويه بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ظل توجيهات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتالي الإشادة بنموذج المغربي في مسألة تدبير الشأن الديني عبر الدعوة إلى الوسطية والاحترام المتبادل ونبذ العنف. أنا مسرور جدا بهذا اللقاء، فهذا الموضوع يهمنا جميعا هنا في أوروبا، خاصة بعد الاعتداءات الإرهابية بباريس وبروكسل. جيد جدا أن نتحدث ونحاور بعضنا البعض حتى يسود الاطمئنان والأمن بين الناس وإزالة مشاعر الخوف التي تسود أوروبا حاليا. هذه الأقلية التي قامت بهذا هذه الأعمال الإرهابية لا تمثل أي مغربي وأي مسلم في أي بلد، لأن المغاربة والمسلمين كافة هم أناس يؤمنون بالسلم والسلام والتأقلم مع جميع المجتمعات. Et ce que nous partageons ici ce soir tous ensemble c'est une meilleure connaissance des uns des autres. ما تقسمناه هذا المساء هو معرفة بعضنا البعض أكثر وتكوين علاقة إنسانية عبر هذا التعارف عن قرب، وهذا اللقاء هو بداية لمجموعة من اللقاءات ستنظم مستقبلا. Et que nous continuions dans cet esprit de tolérance et d'amitié. تعددت مداخلة اللقاء بتعدد توجهات المشاركين، وحاولت معظمها تقديم حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بالتعايش داخل المجتمعات. كما دعا الجميع إلى ضرورة مواصلة الحوار والعمل على إشاعة ثقافة الاحترام المتبادل وتجنب الأحكام المسبقة وقبول الآخر.